ذهبت لصلاة الفريضة وقد انتهت هل أدخل مع أحد أم أصلي منفردا إن استطعت أن تدخل مع أحد فهو أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى وانقضت صلاته مع أصحابه فجاء رجل فقال النبي من يتجر على هذا من يتصدق على هذا يعني يصلي معه والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته وحده بسبع وعشرين درجة وفي رأت بخمس وعشرين وهذا عام، وأنس قد أتى في نحو من عشرين من فتيان فوجد الناس قد صلوا فصلى معهم، نعم، وهذا أمثل وأولى.